شخصيات عراقية وصلت شهرتها إلى العالمية بمنجزاتها ومجدها، ولكن هناك شخصية أخرى اتخطت العالمية ووصلت إلى السماوات والجنان بمنجزاتها ومجدها، وأصبح أحد حواري أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أو صاحب سره. هنا في وسط الكوفة وقرب مسجد الكوفة وبيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يرقد ميثم التمار الذي وصل إلى منزلة عظيمة جدا قد يتفاجأ البعض لما أذكرها. ولكن أولا، من هو ميثم التمار أو ميثم؟ بحسب المصادر القليلة التي وصلت لنا، يذكر إنه ولد في النهروان بالقرب من مدينة واسط في العراق، حيث كانت تحت الحكم الفارسي الساساني. كان اسمه الشائع بين الناس سالم التمار لأنه كان يبيع التمر في الكوفة وكان مولى لبني أسد. أما سبب تسميته بميثم فللقصة علاقة بأمير المؤمنين عليه السلام. حين جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى الكوفة، وكما تعلمون كان يتفقد أحوال الناس، فدخل إلى السوق، ولما وصل إلى سالم الذي كان يبيع التمر سأله: ما اسمك؟ فقال: سالم يا مولاي. فقال له الإمام: ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني إن اسمك الذي سماك به أبواك في العجم ميثم. فرح جدا لما عرف بأن الإمام يعرفه، فقال: صدق الله ورسوله وصدقت يا أمير المؤمنين. وأخبر الإمام أن لا أحد يعرف بذلك هنا. قال له الإمام عليه السلام: ليكن اسمك ميثما كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. عاش ميثم التمار في الكوفة إلى جانب أمير المؤمنين عليه السلام، وأصبح أحد أفراط شرطة الخميس الذين هم شارطوا الإمام على الجنة مقابل الوفاء والإخلاص والتضحية. أما الخميس فهي فرق الجيش الخمسة للإمام. كان الإمام يعلم ميثما ويخبره بالأسرار لأنه علم أنه محل ثقة، وعلمه علم المنايا والبلايا، حتى إنه أخبره إنه سيقتله ابن مرجانة بعد أن يصلبه على جذع نخلة، وأخبره ميثم إنه سيصبر. فقال له الإمام عليه السلام: يا ميثم، إذا تكون معي في درجتي. ولما أخبره بمكان النخلة صار ميثم يذهب ويسقيها وهو بكامل سعادته، لأنه سينتقل من على هذه الشجرة إلى الجنان في جوار سيده أمير المؤمنين عليه السلام. أما بالنسبة إلى منزلته فشيء فوق التصورات. في آخر سنة من عمره الشريف حج بيت الله الحرام وزار قبر الرسول صلى الله عليه وآله وقبور الأئمة عليهم السلام، ثم زار أم سلمة رضوان الله عليها، فأخبرته بشيء يحتاج إلى التأمل. قالت: طالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يذكرك في جوف الليل ويوصي بك عليا عليه السلام، من هو هذا الرجل الذي يذكره الرسول في وقت تعبد سيد الخلق في مهبط الملائكة ويوصي به سيد الأوصياء؟ أما بالنسبة لموضوع الحواريين، وذكرت أنه هو من حواري أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الأربعة، فيقول الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين حواري محمد بن عبد الله النبي صلى الله عليه وآله الذين لم ينقضوا العهد ومضوا عليه؟ فيقوم سلمان وأبو ذر والمقداد. ثم ينادي مناد: أين حواري علي بن أبي طالب وصي النبي صلى الله عليه وآله؟ فيقوم عمر بن حمق الخزاعي ومحمد بن أبي بكر وميثم بن يحيى التمار وأويس القرني. آخر شيء، ختم عمره الشريف بأن تحقق ما قاله سيد الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام، فحين بدأ الثورة الإمام الحسين سلام الله عليه وجاء سفيره مسلم بن عقيل ومناصرته له
قبض عليه ابن زياد وصلب على جذع نخلة وقاموا بقتله، ثم دفن فيما بعد في هذه البقعة. ليس هناك تفاصيل كافية عن تاريخ بناء المرقد الشريف، إلا أنه تقريباً في ستينيات القرن الماضي تم تعمير المكان وتغليف القبة بالكاش الأزرق بتوجيه من متبرع هو الحاج محمد رشاد أحد تجار النجف، حيث كان مصاباً بمرض عضال، وفي أحد الأيام تعطلت سيارته قرب المرقد الشريف وأخذ يتأمل المرقد لحين إصلاح سيارته، فقرر أن يقوم بإعمار المكان. ومن ثم في عالم الرؤيا رأى ميثم التمار رضوان الله عليه وأخبره إنه شفي وهنأه على إعمار الحرم، وعاش الحاج 40 عاما بعدها، وبقي على هذا البناء حتى عام 2012، حيث اختيرت النجف عاصمة للثقافة الإسلامية، فتكفلت هيئة الإعمار بعمارته، فأعيد بناء المكان بالكامل، واستبدل الشباك بشباك جديد صمم على شكل نخيل ذهبية، إشارة لمهنة هذا الرجل المقدس. عاش فقيرا يبيع التمر، ولكنه كان غنيا بحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي أوصله لأن يكون معه في الفردوس الأعلى في درجته. هكذا يكون الحب وإلا فلا.